مدرسة زوجة مدرسة قرآن في الأزهر، وهي تعمل بعد الزواج، عملت بعد الزواج، فالآن الزوج يريد منها تشارك في مساعدتها في نفقة الأولاد والبيت في تربية أولادها، وهي الآن يعني هي تدخر راتبها وتعطيه إلى عند أهلها، فما الحكم؟ أعد سؤالك. الزوجة مدرسة قرآن بالأزهر، الزوجة مدرسة بعد يعني عملت عند الزوج، عفوا، الزوجة مدرسة قرآن بالأزهر وبعد، وهي تعمل الآن والزوج يريد منها المشاركة في البيت في نفقة البيت، أيوة، مقابل الوقت التي تخرجه. هل اشترطت عليه في بداية العقد أن تعمل أم لم تشترط؟ لم تشترط عليه في بداية العقد، على كل تشارك معه في البيت وفي مساعدة البيت، ولكن عمها يعني كان سببا في عدم مشاركتها في البيت. هي لا يجب عليها أن تشارك في البيت بأي مال، الإنفاق على البيت مسؤولية الزوج. نعم، وإن أراد الزوجة أن تجلس أولادها ويقوم هو بالنفقة، لا مانع، هذا من حقه ما دامت لم تشترط. وإذا اشترط ذلك وطلبت الطلاق؟ ها؟ إذا اشترط عليها ذلك وطلبت الطلاق والانفصال؟ هذه قضية تسمع من الطرفين. نعم نعم. واحد متزوج أربعة يسرحهم يشتغلوا وهو نائم، وكل واحدة تجيب مرتبها وتجلس وهو جالس باشا. هو طبعا الإنفاق على الزوجة مسؤولية الزوج ولو كان أبو الزوجة ملك، وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. والنصوص في هذا الباب كثيرة، مفادها أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته مهما كان شأنها ولو كان أبوها ملك من الملوك. نعم، إذا طيبت نفسا وأعطت الزوج شيئا من المال عن طيب نفس لا عن إكراه ولا عن إجبار جاز لها ذلك، لقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما الإجبار فلا، وفقنا الله إياكم لكل خير.